مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودقة زار. كثر الحديث عن القرين لدرجة أن في ناس بتقول لك أنا لو أنت عايز تكلم قرينك تعال أقول لك على طلسم، لو عدته مرة واتنين تكلم القرين بتاعك. يا ترى الكلام ده صحيح؟ وترى الكلام ده من جهة صحيح أنه ممكن تكلم قرينك؟ وارد، والطلسم ممكن يكون معروف، ولكن لا ندعو له طبعا ونحذر من هذا الفعل. ودلوقتي حالا هتسمعوا الكلام ده على لسان خبيرنا في هذه الحلقة. ولكن هو مين القرين؟ وإيه حكاية القرين؟ وإيه علاقته بالإنسان؟ وهل القرين والإنسان الاثنين شيء واحد؟ أم أن القرين يختلف عن الإنسان ومنفصل عنه؟ بالتأكيد أن القرين هو من فصيلة عالم الجن، ولكن يا ترى هو ملتصق بالإنسان؟ بمعنى كلمة قرين جاية من الاقتران؟ الاقتران هنا اقتران ذاتي داخلي ولا اقتران وجداني؟ ممكن يكون حواليك بس انت ما تحسش بيه، ممكن يكون جواك. طب لو جوايا هيبقى فين؟ خلينا اطرح كل هذه الاسئله وغيرها، وايضا علاقه هذا القرين برزق الانسان. هو ممكن القرين يؤثر على رزق الانسان؟ ممكن يؤثر على انجاب الانسان؟ ممكن يؤثر على حياه الانسان بشكل عام؟ اطرح كل هذه الاسئله وغيرها على، خليني اقول لك، الخبير في القرين مجازا، يعني لأنه مؤلف كتاب القرين، ودائما نتحدث عن القرين وكأن القرين هو بيت الداء. ضيفي وضيفكم الليلة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، الخبير في العلاج في القرآن، وأيضا الخبير في العالم الخافي. خليني أقول فضيلة الشيخ، أهلا بيك. أهلا وسهلا، جزاك الله عنا خيرا هذه المقدمة، جزاك الله خيرا. النهاردة خلاص بقيت الخبير في القرين من كتر كلام حضرتك عن القرين، أصبح القرين حديث المدينة زي ما بيقولوا. جزاك الله خيرا. أنا عايز أبدأ مع حضرتك بداية مختلفة. تمام. الطبيعي ان انا اقول لك هو مين القرين وايه صفاته وابعاده، وقاعد جوه الانسان ولا بره الانسان. هرفق بهذا السؤال ايضا، اكيد حضرتك سمعت في راديو ما في وقت ما مذيع زميل ما بيتكلم وبيقول لو عايز تكلم قرينك اعمل 1 2 3 4، وقال الخطوات. والخطوات كانت حقيقيه. تمام. تعقيب حضرتك على ده برضو بس بعد ما تعرفنا بمين القرين. طيب ابدا حديثي اولا بالصلاه والسلام على سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وزهاني يعني نشهد لك طبعا بحسن الخلق، ونشهد لك أيضا إعلامي متميز. شكرا. وأسأل الله أن نكون باب نفع للناس، أسأل الله أن يجمعنا وإياك أن نكون باب نفع للناس. تعلم عني جيدا مع احترام البعض المشايخ المعجبين بالقرآن كلهم على الرأس يعني، ونرى فيهم العلم، ولكن أنا محور كلامي دائما على هذه المنضدة في هذه القناة المباركة أن القرين هو أصل كل شيء. يختلف معي أو يتفق معي بعض المعالجين بالقرآن. من يتفق معي، وهذا ما رأيناه في الأحداث الماضية لما بدأنا نتكلم عن القرين ونشرح شرح تفصيلي من هو وماذا يفعل وكيف يستخدمه الساحر وما دلائل هذا الموضوع من كتاب الله وسنة النبي محمد، بدأ المعالجين يحورون حياتهم عن القرين. والذي يختلف معي بأن القرين ليس له علاقة بجسد الآدمي إلا وسواس فحسب، تعلموا مني هذه الكلمات هذه الليلة. القرين وصفه الله عز وجل في سورة الصفات في قوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. ده في سورة الصفات. في سورة القاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. في سورة الأعراف، وديت من الصور التي من قرأها، قلت هذا الكلام تكرارا وتكرارا، من قرأ سورة الأعراف اللي هو ممسوس أو محسود أو منظور بعين أو على خلافه يحدث معه أشياء غريبة متعددة في منامه في أحلامه في يقظته أثناء قراءة الأعراف. فعلا سورة الأعراف من الصور الشديدة قوي في منها عجب القرآن الكريم. خليني أقول لك يا الزهاني أن القرين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين مثله من الجن. إذن أصل القرين هو نوع وفصيلة من فصائل الجن. طب والأهم، هو صديق ولا عدو؟ لو هتكمل الرواية هنفهم الإجابة. طيب قال حتى أنت يا رسول الله؟ أيوة. قال نعم حتى أنا، إلا أن الله
أعانني علي فلا يأمرني إلا بخير. إذن الأصل في القرين يأمر بسوء، الأصل في القرين يأتي بوسواس، أصل الأصل في القرين يدمر الإنسان ولو كان قائما لليل ساجدا لله يحج ويعتمر. هتقول لي الكلام ده كلام مين كمان؟ هو كلام ابن حبان. ابن حبان لما اتكلم عن القرين قال كلام كبير قوي، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ده مش ابن حبان اللي قال ده، ربنا الأول. ولكن هو ابن حبان فسر هذه الآية عشان بس نوضح للناس. لا هو القرآن في سورة الأعراف قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تفسير هذه الآية عند حبان والشوكاني والقرطبي قال إيه؟ أنا بقول لك الشوكاني والقرطبي وابن حبان قالوا إيه؟ قالوا إنه يراكم هو، هو مين؟ هو الجن. وقبيله فصيله من نفس النوع. هو مين؟ القرين. من حيث لا ترونهم. تعلم معي أخي الكريم أن محور علاج بالقرآن الكريم ليس وجود علامات لسحر مأكول وسحر مشروب وسحر معلق وسحر تفريق وسحر عيون وسحر مرض. تقريبا والله أعلم يعني ثلاث أرباع مصر أو غيره من الدول العربية عرفوا يعني إيه أعراض سحر المأكول والمشروب والمعلق، عرفوا يعني إيه أعراض سحر المدفون، عرفوا. وحملة تنظيف المقابر اللي زاحت الأمور المرة فاتت وانتشرت، الناس فهمت وتيقنت أن سحر القرين هو من أشد أنواع السحر. كتير جدا من المشايخ يقول لك ما فيش حاجة اسمها سحر القرين. تعال أيها الشيخ تعلم هذه الكلمات. الساحر حينما يتعامل مع السحر لابد له من خادم. الساحر حينما يتعامل مع سحر لابد له من خادم. فما هو خادم السحر؟ مين خادم السحر؟ جن. طبيعي. طب ده خادم السحر يروح فين؟ هيوصل لمين؟ هيتحكم في الجسد الآدمي ازاي؟ على ذكرك للساحر انا هوريك دلوقتي فيديو تمام لساحر سوداني تائب، وهيتكلم في حاجات حضرتك اتكلمت فيها في حلقات سابقة، ولكن ده اردت ان اوثقها ولكن بعد حضرتك ما تخلص. جزاك الله خيرا. انا هجيب لك شرح تفصيلي ولا تسمح لي او يتسع صدرك لي لهذه المقدمة في تعريف كيف يتم الساحر سحره ويتم السحر على الجسد الآدمي ولو كان قيم الليل. هتقول لي يا شيخ إبراهيم المفترض شيخ بيتكلم عنك بالقرآن هيحس الناس لازم تصلي، لازم خمس فروض، لازم تقرأ أذكار الصباح والمساء، لازم تقرأ سورة البقرة 40 يوم، لازم تستخدم ماء القرآن، لازم تشرب ماء القرآن. هذا كلام طيب وجميل، وده مش دور الشيخ بس، ده دور سعادتك كمان. تمام؟ دور مدير القناة، دور الساعي اللي بيعمل كل شيء، دور الطبيب اللي في العيادة، إنه يحس الناس على التزامهم بربنا عز وجل وتقواهم إلى الله عز وجل. صح ولا لا؟ تمام. ولكن الناس عندها اعتقاد غريب قوي، وأنا عاصر الاعتقاد ده النهاردة. يقول لك لازم الشيخ أبو لحية وطقية وغطرة لازم تصلي. طب ما أنا في الفعل بصلي. طب فذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين؟ حاضر. جزاك الله خير على هذه النصيحة. تمام. اقرأ القرآن؟ حاضر. طب استغفر كتير؟ حاضر. ولكن لما يجي لك طبيب وتروح لطبيب بطنة هيقول لك صلي؟ وارد ان يقولها لك لو شيخ ملتزم طبيب ملتزم، اسال الله ان يبارك في الاطباء كلهم. ايوه بس انا رايح له عشان بشتكي له من بطني، معلش يعني انا محتاج الطبيب بتاع البطنه في تخصصه. يعني انت مش رايح عشان يقول له صلي؟ يا سيدي مش تخصصه. صح. قالها لي إيه؟ خير وبركه، ما قالهاش خلاص. مش ايه؟ مش تخصصه. انت عاوز تقول لي هو الطب تخصص؟ اي ده الاصل في الطب التخصص. الاصل فين؟ هو انا لو بطني بتوجعني هروح لدكتور عيون؟ تمام. وتقول لي ما ده دكتور وده دكتور؟ ها؟ لا طبعا بروح للطبيب، عيني بتوجعني هروح لمين؟ دكتور عظام؟ يعني الاصل في الطب ايه؟ التخصص. وكل شيء على فكره. لا والاصل في العلاج بالقران الكريم تخصص. لا وضحها بقى. انا جبت لك من ناحيه ايه؟ الطب، وكلنا نحترم الطب. تمام. ولكن الاصل في العلاج بالقران الكريم مش غطره وجلابيه وشال. لا ولا ده. مع احترامي طبعا للجميع، طبعا هم افضل مني عند الله والله اعلم. كلام جميل كده. ولكن الاصل في القران عندي والاصل في العلاج بالقران الكريم تخصص. ما الفرق ما بين المعالج بالقران الكريم والفرق ما بين الراقي الشرعي؟ الاثنين بيشتغلوا بالقران. كلام منطقي. ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ انت قلت لي اول حاجه الاثنين بيتعاملوا مع المريض كقران يتلى على المريض. بس انت لك كلمه شهيره. انا عندي مبدا مختلف قوي، واختلافي
هو مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس اختلافه مبني على العقل فحسب. لا، من مشى على عقل فقد ضل. لا، أنا ممشي على كتاب والسنة. العلاج بالقرآن الكريم، قرآن يتلى فحسب، ليس بقى، ليس قرآن يتلى فحسب. دي كلمتك الشهيرة معهودة. والعلاج بالقرآن الكريم، قرآن يتلى على إنسان يشتكي من أمراض واضحة ثابتة في أمام هذا الجسد. إيه الفرق يا شيخ إبراهيم؟ طب الراقي الشرعي هيقعد قدامي ويحط إيده على رأسي ويقرأ القرآن. المعالج بالقرآن الكريم هيحط إيده على رأسي ويقرأ قرآن. صح. إيه الفرق بقى بين الراقي والمعالج؟ الفرق هنا ما بين دكتور جراحة عامة ودكتور قلب متخصص. الفرق هنا ما بين معالج بالقرآن الكريم عنده استماع جيد، استماع مش يقرأ، يستمع، عنده مساحة انه يسمع. لان اصل العلاج بالقرآن الكريم هو تهيؤ نفسي. تهيؤ ايه؟ نفسي. ذهان الدباني بيشتكي من امر، قد يكون الذهان الدباني مع احترام في الالفاظ والالقاب عنده وسواس قهري، قد يكون يشتكي من مرض عضوي ومتكبر قوي يروح لطبيب، قد يكون بيشتكي من مرض اكتئاب حاد ومستقبل يروح دكتور نفسي. يقول لك لا، انا اروح عند شيخ والشيخ يقين. الرقية ثابته بكتاب الله، بسم الله ارقيك من كل داء يزيك الى اخره. مش كل واحد بطنه توجعه بقى نروح نرقيه يا شيخ ابراهيم؟ كلام ايه ده؟ كلام اهل علم ولا كلام قران وسنه؟ معلش يعني لو واحد بطنه توجعه هنقول له ايه؟ روح للشيخ ابراهيم يرقيك هتخف؟ ورد ورد، بس اساس؟ لا. بس اخذ بايه؟ ايوه، بالاسباب. بالظبط. خد كام كوبايه ميه وقرا عليها قران، قال ربنا يجعل هذا القران شفاء لي. صح؟ بس ربنا ما قالش كده ولا النبي قال كده. هو ده المنهج الثاني. ايوه، هو منهجي بالظبط كده بقى. هو كده حضرتك بترجعنا الى جاده الصواب. طبعا، لان ممكن حد يسمعنا من دلوقتي من الساده المشاهدين بطنه بتوجعه، هيروح لاقرب شيخ يقول له انا سمعت الشيخ ابراهيم بيقول لي ممكن تقرا عليا عشان اخاف عشان بطني بتوجعني. تمام. منهجي. اخد اميره. طيب طيب، اتفضل اميره. اتفضلي اميره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. هو انا عندي سؤال لاختي كده. اختي الاول جابت ولد. طب شيخ ابراهيم، حضرتك يعني اتفضلي سؤالك. اتفضلي. وبعدين جابت بنتي برضه، توفت في نفس اليوم اللي توفى الولد. تمام. وهي عندها قرين. هي ايه؟ عندها قرينة. عندها قرينة؟ اه. هو مين افتى بهذه الفتوى؟ الشيخ قال لها كده. الشيخ قال لها انت معاك قرينة؟ اه. ماشي. هو الشيخ ما كذبش؟ هو اي حد عنده قرين في الدنيا. يا شيخ، الشيخ ما كذبش، بس هو قال بناء على ايه؟ بناء ان راحت له وقال لها كده، وادها حجاب لبنتها الصغيرة خالص. حجاب. حجاب. ده حجاب. طيب، حاضر. طيب شكرا. حضرتك وصلت رساله، يعني هي كده راحت الشيخ والشيخ ده حجاب، يعني حاجات زي اللي مع حضرتك كده. تعال نخش بقى في اصل هذه الحلقه. طب انا عايز اوريك حاجه، يعني بس لو تجهز بس بالتقرير، اول جزء في التقرير بتاع الساحر بعد اذنكم واكلاني. طيب. الراجل ده كان ساحر بيعمل اسحار. نعم. وبيعمل اعمال وبيؤذي الناس من خلال هذا السحر. تمام. وكان يستعين بالجن. تمام. وهو يعني هيشرح طلاسم معينه، وهذه الطلاسم يمكن شفنا جزء كبير منها في فيلم كان عرض هذا الامر، كان اسمه الفيل الازرق لو تتذكر حضرتك. انا عايز اقول لك انا تفرقت على فيلم الفيل الازرق مخصوص عشان النهارده احدك فيه. شفت بقى، انا قلت لك الفيلم ده بيتكلم عن هذا العالم. عن ايه؟ وعن القرين. بس بالظبط كده، عن القرين بس، وفعل القرين في الانسان وهو يشقلب حياته. انا بستغرب او استغراب كلي ان في بعض لسه المعالجين بالقران يقول لك مفيش حاجه اسمها قرين. لا لا لا، ده جزء كبير منهم دلوقتي بدا يروح للقرين. لا لا، بس القرين. والله فعلا مسك الله زهاني. فعلا انا بستغرب ان في ناس من المعالجين برضك يقول لك ايه، القرين ما جعل الا الوسواس فحسب. يا جماعه بس اصبروا على نفسكم شويه، تابعوا القران. مش هقول لكم تابعوا الافلام، لا ماليش دعوه بالافلام. هوري حضرتك الطلاسم دي. حاضر، اتفضل. وحضرتك تتفرج عليها. حاضر. واسمع كلام هذا الساحر التائب. حاضر، يلا بينا. هذا طلسم من هذه الطلاسم اللي هي خرائط لعالم الجن والشياطين امثال هذا وامثال هذا، كلها هي طلاسم من طلاسم من خرائط من خرائط الجن يستخدمونها السحرة، وكنا نستخدمها قبل التوبة فاعتبرناها أنها من الدين.
قيل لنا أن هذا الخاتم اللي هو هذا الطلسم خاتم سليمان وهذا خاتم يعقوب وهذا خاتم فلان وهذا خاتم فلان وهذا خاتم فلان، ويقولون أن هذا من الدين في شيء. فتأخذ آية من القرآن وتكتبها كالآتي، ما نشرح في كلام ما حنشرحه للناس حتى لا يكون تدريس، ولكن عشان تشوفوا عظمة هذا الدجل والشعوذة باسم الدين والدين منها بريء. أن تكتب الآيات كالآتي، مثلا إنا أعطيناك الكون، إني رأيت أحد عشر كون، زينا السماء الدنيا بزينة الكون. تكتب هذه الآيات بهذه الطريقة ويضاف عليها طلسم من هذه الطلاسم أو غيره، ثم تكتب هذه الطلاسم بمداد نجسة، دم الحيض، ماء الرجال أو بعض الأشياء الخبيثة جدا، وهذه الآيات تكتب بهذه الطريقة وتلف بهذه الطريقة بالجلد، وهذا الجلد كذلك يكون الجلد بتاع حيوان نجس، فيعمل حجاب مثل هذا أو مثل هذا، فيعلق على الإنسان فيخدموه الشياطين. زي ما حضرتك شفت ده أقوال الساحر. نعم. ودي أعماله اللي كان بيعملها واعترافه. نعم. باستخدام هذه الطلاسم. نعم. التي كانت يعني من خلالها يتم سحر الناس. تمام، نرجع كده وناخد رحلة بسيطة قوي في دقائق معدودة لكي يعي ويفهم بعض المعالجين وبعض المرضى ما هو أصل العلاج بالقرآن الكريم. أستاذ هاني الكريم، أستاذ هاني ربنا يحفظك، الله عز وجل في كتابه الكريم حينما تكلم عن العلاج بالقرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن بأكمله شفاء، ألف لام ميم، حينما تقرأ بيقين على كوب ماء يشفى العليل من مرضه. صح ولا لا؟ يشفى والله العليل من مرضه لو عنده اليقين الكامل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا يا عباد الله، ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ارجع للحديث كده وخدوا حتة حتة. تداوي يا عباد الله، إذن أمران النبي بإيه؟ بالتداوي. صح ولا لا؟ مالكش يقرأ القرآن. صح ولا غلطان؟ مالكش يستغفر. تمام. مالكش يسأل أذكار. قال إيه؟ التداوي. فالتداوي هنا يشمل كل شيء على النمط العام، أذكار الصباح والمساء، قرآن، استغفار، قيام ليل، ورد قرآنكم، ده داوي، ده جزء من التداوي. يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء من مرض إلا وله دواء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يكون عندي نوع من أنواع الصرع أروح لشيخ يقرأ علي البقرة ويرد دكتور مخ وأعصاب يكتب دواء يكون أسرع في الدواء حتى يشفي المريض. التداوي يعني طبيب، يعني متخصص. يعني انت عاوز تقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده ان انا مع القران والاستغفار والصلاه على النبي محمد لازم اروح لطبيب يكتب لي دواء يخلصني ما انا فيه؟ طبعا. في جدال في الامر ده؟ لا طبعا، امال ده تخصص، ده هو في اختلاف؟ يعني احنا الدين بيدعو للتخصص. يعني في اختلاف كده؟ تخصص. لا الى الان مفيش خلاف. اكمل؟ كمل. تداوي يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء الا وله دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. طب يعني ايه علمه من علمه؟ يعني جاي لهم من جهل. علمه من علم، يعني انا ممكن اروح لدكتور بطنه. صح، دكتور بطنه مشكورا عمل كل اجراءاته الطبيه، تحاليل، اي شيء من الامور الطبيه، وبعد كده ربنا ما زادش الشفاء على ايده. هل هو فاشل الطبيب؟ لا اطلاقا، ربنا ما قدرش. اروح دكتور تاني قد يقين يكون علمه بسيط واداني نوع برشام خف. صح ولا لا؟ اذا العلاج مش مشترط ان اكون اكبر دكتور أو أصغر دكتور. علمه يعني قرأ وتعلم وعلم واستفاد وأفيد. صح ولا لا؟ تمام. وجهله يعني خد كلمات عابرة وخلاص، مش بإيه؟ مش هيوش الحديث. يعني بأوائل الكلمات. خلاص أنا ماشي على نمط معين.
اخرج عدو الله في اني رسول الله. ايوه ماسك التهيج بقى على بس انا بس انا 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 النهارده على نمط العلاج. انا النهارده هفصل كل حاجه لوحدها لكي يعي ويفهم ان العلاج بالقران الكريم لابد له منظومه اكاديميه حاجه كده لازم تكون يحترم بها العقل. العلاج بالقران ذهني انا هجيب عصايه اخرج عدو الله في اني رسول الله. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ده حديث. بس انت مين عشان تعمله؟ صفتك ايه؟ هتقول لي انا باخد بالحديث. والله كلامك يحترم وحذائك على راسي. ولكن اقول الواحد مسحور والسحر بتاعه مش في جسمه بما انه يخرج. هتقول لي انا بمشي بالحديث؟ طب ما معلش ما تزعلش مني حمل تنظيف المقابر لما طلعوا الاعمال والحاجات من القبور اللي كانوا بيشتكوا دول منهم من مات وهو عنده امراض طبيه وهو اصلا ليس بمريض. منهم من حرم من الانجاب وهو يقيم الليل ويصلي ويتعبد لله عز وجل. ومنهم من لا يصلي ولا يقرأ القرآن ويعيش حياة رفاهية ولا يستشعر أنه مريض. يعني مش مقياس أن السحر يأثر مع اللي بيصلي زي ما بيصليش. أقول لك لا مش مقياس. هتقول لي ايه الدليل؟ ما تزعلش مني انت كده بتقول كلام النهارده غريب. لا انا عايز اعرف ايه علاقه القرين بكل ده. هقول لك بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل ولا لا؟ طبعا. سحر وما سحرش؟ هتقول لي في اختلاف في موضوع سحر النبي محمد. اقول لك لا اختلاف عندي. سحر النبي سحر النبي محمد كان يصلي وكان يقيم الليل وكان يستغفر وكان يسبح. هو سحر موسى يعني خلينا وسحر سيدنا موسى. سحر موسى عاوز تقول لي بلاش نتكلم في سحر سيدنا محمد في اختلاف شويه. بس سحر موسى ثابت بالقران بكلام الله. انت عاوز تقول لي ان سيدنا موسى سحر؟ سحر طبعا ده ربنا اللي قال. هو انا اللي عندك دليل؟ ده ربنا اللي قال. انت عاوز تقول لي ان في ايه في القران بتقول ان كريم الله عز وجل مباشره سحر بسحر قدامه فاوجد في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. عاوز تقول لي ان سيدنا موسى سحر عينه باحبال وعصيان تحولت الى ثعابين تسعى على الارض فخاف سيدنا موسى فرجع فخاف فقال له الله عز وجل اصمت يا موسى انك انت الاعلى. انت عاوز تقول لي ان سيدنا موسى الذي يكلم الله مباشره سحر لمجرد ان 40 ساحر من البشر ناس ادميين عاديين عمل اسحار تحولت هذه الاسحار الى امر واقع فسحر القوم باكمله. ربنا العال واتوا بسحر عظيم. انت عاوز تقول لي ان ال 40 ساحر تمكنوا ان يؤذوا نبي؟ ده ربنا اللي قال واتوا بسحر عظيم. يعني انت عاوز تقول لي مش انا اللي بقول ده ربنا اللي بيقول. انت يعني عندك اختلاف على ده؟ انا بس انت عاوز تقول لي فعلا ان كريم الله عز وجل كان واقف كده وشاف الاحبال والعصيان اللي هي في الاصل احبال وعصيان تحولت الى تعابين تسعى ويراها سيدنا هارون وصراها سيدنا موسى وكل الناس. انت عاوز تقول الكلام ده؟ ما هو ربنا اللي قال وسحروا أعين الناس. ده ربنا اللي قال. ربنا اللي قال إيه؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم يعني المعالجين وأتوا بسحر عظيم. يعني المعالجين بالقرآن ما سمعوش الآية دي؟ أكيد سمعوها. ما فهموهاش؟ يقرأوها على طول. ما فهموهاش؟ لا فهمها لنا أنت بقى. يعني إيه سحروا أعين الناس؟ واسترهبوهم. يعني أنا بسأل سؤال معلش أنا آسف أنا يعني إيه مش يعني لا 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 خد راحتك. أنا مقدر هذه الحماسة. عاوز تقول لي إن الساحر ده دخل جن جوه سيدنا موسى؟ لا طبعا. ما انت ليه سأل سحر يا اخي؟ ما هو شرط السحر ان يدخل جن؟ ايه؟ هو شرط السحر ان يدخل جن جوه جسم الانسان؟ الله انطق الحق على لسانك. طب الحمد لله انه الحق. يعني عاوز تقول لي ليس كل سحر يشترط به جن؟ عايز تقول ايه؟ انت لسه قايل مش عارف. تمام ما هو سيدنا موسى قدامنا هو مسح حي. خد بقى مني هذه الكلمه. اتفضل. كلام جميل كده؟ ليس شرط ان اي سحر ماكول كان او معلق او مشروب يشترط معاه جن يدخل الجسد. وخد بقى النقطة التاني. العلاج بالقرآن الكريم يقول بأن الجن لا يدخل الجسد. طب خليني برضو أرد لك حضرتك لسه قايل حاجة دلوقتي ومن كلام الساحر اللي احنا شفناه بالتقرير الصغير ده. انت حضرتك قلت لي إن في خادم سحر وهذا الخادم من الجن. صح. طب خادم السحر ده بياخد الطلسم أو بياخد الأمر وبيروح بيه للإنسان بيعمل إيه بيه؟ وأنا لسه قايل هنا بقى الحلقة المفقودة. حلها لنا. لسه قايل لك رد الله قال ايه؟ انه يراكم هو وقبيله. طب هو الجن. هو الجن مين قبيله؟ فصلته. حلو جدا. مين؟ القرين. بس
هيعمل ايه بقى مع القرين؟ اقف بقى هنا. هيقول له يا قريبي الكلام ده يا اللي من فصلتي انا جايب اوردر وعايز انفذه. هيقول له عينيا اتفضل حضرتك نفذه. ايه بقى اللي بيتم؟ ده رغم انفه. الرحله دي بقى ده رغم انفه. رغم انف القرين. رغم انف القرين ان يستمع استماع كامل الى مين؟ الى خادم السحر. لانه جاي مكلف، جاي مامور. مدير مكتب سعادتك لو انت كلفته بمأمورية يرفض لك طلب؟ لا بينفذها طبعا. ليه ما يرفضش؟ حكم كده، الحكم الوظيفة كده. لا واحد انت مديره. اثنين صاحب السلطة عليه. صح ولا لا؟ انت عايز تقول لي ان خادم السحر اقوى من القرين؟ وصاحب السلطة عن القرين، فيتحكم القرين في جسد ابن ادم كما يتحرك الدم في العروق. وليس هذا كلامي. السؤال بقى، اذا كان هو الحلقة الضعيفة القرين، انت ليه بتعالج القرين وسايب الحلقة الاقوى؟ ولا من خلال الجن او خادم السحر؟ تمام، على وفق كلام حضرتك. تمام، ولا من خلال القرين بتقدر تتحكم في القوى الاعلى؟ طيب، لما يكون في امر تكليف على شخص معين جوه جسدك وهو ده السبب الرئيسي ان هو يضيع كل حاجه حلوه في حياتك. بمعنى هو خادم السحر ده، خادم السحر ده مش جن؟ طب ما يخش هو الجسد ويدمر ويجيب وسواس ويجيب اكتئاب ويجيب حاجه في الاعصاب ويمنع انجاب ويمنع جواز من بنات بك ويمنع عمل ويمنع رزق. ما دخلش هو ليه؟ ولقد كرمنا بني آدم. ربنا كرمنا وأعزنا وشرفنا وقال لنا ولقد كرمنا بني آدم. يعني أنت يا ابن آدم مكرم عند الله عز وجل. الجن ليس له سلطان عليك. الجن ليس له سلطان على الجسد الآدمي إلا من الخارج فحسب. تسمع مني قول الله عز وجل في سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. منين؟ من المس. وليس منين؟ وليس من اللبس. عاوز تقول لي هو في فرق ما بين وجود المس ووجود اللبس؟ أقول لك هو الفرق ما بين خادم السحر أن يؤثر على القرين وبين أن القرين يتحكم في جسد الآدمي. لا انا لازم اخد ام مريم وارجع لحضرتك تاني في الحته دي. ام مريم اتفضلي. ام مريم السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه لو سمحت ممكن تكلمي مع حضرتك يا شيخ فندم. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معلش حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا متزوجه بقالي 14 سنة. تمام. ومعايا اولاد. اللهم بارك. بقالنا تقريبا 3-4 سنين كده في. هو من اول الزواج كان زوجي في حد بعض المشاكل كده نفسيه. هو مش معترف. انا بدات قصه بعد الزواج فتره يعني. هو انا بس تقريبا نص الكلام انا مش سامعه. معلش هنعيد تاني يا مواري بعد اذنك. طيب ماشي. بقول لحضرتك انا متزوجه بقالي 14 سنه ومعايا اولاد. تمام. وزوجي انسان كويس يعني مع ربنا نحسبه. يا رب يحفظه يا رب. بس بعد الزواج انا بدات اكتشف حاجه في سلوكياته كده شكيت فيها نفسيا يعني. تمام. اتعرفت كان كده من قبل الزواج بس اهله قبلوا الموضوع ده يعني. تمام. في حاجه ممكن تكون زي فطام او كده. تمام. المهم تعايشنا عادي خالص وانجبنا اولاد اللهم بارك. وفي الفتره الاخيره من 3-4 سنين بدا يحصل نقصان بالنسبه لي انا والاولاد. تمام. يعني دايما كارهنا في طريقنا في تحملنا ياخد عليا غلط فجرت عنا وديتنا كده مع ان والله ربنا والله يا اختي الكريمه انا كلامك مش هو بس يعني الصوت ده بيقطع. ممكن تقفلي وتوصلي تاني. ممكن يعني حضرتك ترجعي تتصلي بينا تاني يعني بس يعني في مكان في شبكه اقوى شويه نسمع حضرتك كويس. خليني ارجع بقى للرحله. خليني اوصل لك كده بحاجه جميله قوي. اتفضل. همثل لك مثال جميل قوي. سي من الناس ساحر. الساحر ده راح له شخص معين عنده ضغناء وشحناء وكره لشخص معين. قال له انا عاوز اعمل سحر لابراهيم شهاب. السحر ابن شهاب ده عاوزه لايه؟ هو متزوج؟ لسه عريس جديد. طيب عريس جديد، طيب عاوزه تربط يعني ولا عاوزه ما يخلفش؟ لا انا عاوزه ما يخلفش بس على سبيل المثال. فيعمل ايه الساحر؟ طب اديني السي في بتاعه. اسمه ايه؟ اسم امه ايه؟
لو معاك حاجه من قطره او معاك صوره ليه، ده الساحر ماذا يفعل؟ انا بس ببسط على المشاهد الكريم. تمام. الساحر يقعد مع نفسه في خلوته يصنع ادوات السحر بتاعته، زي ما ذكر ايه هذا الساحر التائب حينما يتكلم بكلام ربنا، يتكلم بكلام ربنا عز وجل ويعمل سحر بكلام ربنا عز وجل. هو قال لك انا بستخدم ايات ولا يكمل ايات، بس تكتب بطريقه معينه، ان اعطيناك الكون ما كملتش كوثر، كلام جميل كده، او يقلب الايه، او يقلب الايه. الساحر صنع ماده السحر بتاعته، صنع ايه ماده السحر بتاعته، فعمل ايه؟ قال له هتروح لابراهيم. ده بيكلم مين؟ بيكلم خادم السحر، بيكلم الجن الموكل بالسحر، الجن ايه الموكل بالسحر. فخد ايه؟ خد الماده، ماده السحر، خد ماده ايه السحر، مشي بيها. المفترض يروح لمين؟ لابراهيم. يروح لمين؟ لو هو سحر مرشوش او سحر ترابي، كلام جديد، ايه اللي يعمل؟ بيقول للراجل تعالى بكره او بعده خد مني الحاجه دي ورشها قدام بيت ابراهيم، على محل ابراهيم، على فرشه ابراهيم، لو ليك سلطه تخش البيت. الحلقه الماضيه احنا وضحنا المرشوش، كلام جميل كده. طيب هل الماده دي، الماده اللي هي اترشت او اتكلت او اتشربت او اتعمل سحر فلكي، واشد الامور في السحر هو السحر الفلكي، وده تسمح فيه هنتكلم فيه الحلقه القادمه ان شاء الله، حلقه مستقله، كلام كده. عمل ايه الساحر؟ خد بتاع البريد اللي هو خادم السحر، ذهب بيه لابراهيم. ابراهيم يقرا القران، ابراهيم حافظ كتاب الله عز وجل، ابراهيم يصلي، ابراهيم يحج، ابراهيم يعتمر، ابراهيم ياكل حلال ولا ياكل حرام، كلام جد، عنده كل وسائل الطاعه لله عز وجل. طب مش ده يعتبر وقايه من السحر؟ حسن جميل. ما انا عايز اقول لك بقى، انما طبعا كل الاسباب اللي الناس قالت لك ايه، ده انا بصلي، ده انا بعبد ربنا عز وجل، ده انا بقيم الليل، ده انا باكل حلال، قلت لك كل حاجه بتحصل اهو. ومع ذلك جه خادم السحر خارج الجسد، خارج ايه؟ الجسد. فيعمل ايه؟ بيخبط على مين؟ يا قرين اطلع لي انا عايزك. يا قرين، هو ده فيلم اجنبي؟ لا، ده فيلم عربي. ولا فيلم عربي، ده قران ربنا عز وجل. لا إنه ازاي؟ اقول لك، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تنظر. نعم، احنا جايين مامورين، جايين مكلفين، او مكلفين، كلام كده؟ مكلفين، كلام كده؟ ليه؟ عاوزين نمنع الانجاب من ابراهيم شهاب. حاضر. يعمل القرين بقى؟ هو خد الامر صح؟ هو الامر بيبقى معاه بتفاصيل، بتفاصيل ولا امنعه من الرزق بتفاصيله. وهقول لك مثال، بفعل كذا، بفعل كذا. النهارده ربنا مدي كده، بسم الله ما شاء الله اكبر، كرامات، كلام الحمد لله. هقولها لك بالفعل. ايه اللي حصل؟ طب بيجي بقى عندي موضوع الانجاب. لا ده، طب اسمعي عشان ناخد الموضوع ده بالتفصيل، اخد ام مريم حتى لا اقاطعك يعني مجددا. عادت الينا من جديد ام مريم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه، كنت بكلم حضرتك. الشيخ مع حضرتك هو يعني حضرتك كل حاجه تحت امرك، اتفضلي. بعدها يا شيخ من سنه ونص حوالي تقريبا، قرشني من البيت انا والاولاد، وحصل مفروض منه جامد بالنسبه لنا والاولاد وكده، ورحت عند اهلي. نعم. في خلال السنة ونص دول فيه ناس تدخلوا في الصلح، وهو يحاول يصالحنا، كل ما نوصل لمرحلة الصلح خلاص ان احنا هنرجع البيت وكده، ما نوفقش في الموضوع ده. نعم. وبعدين انا كنت بتعب، وبيجيلي بعض الاحلام كده مش كويسة، وبتكرر عليا موضوع نزيف. نعم. طيب هو بس يعني. في سؤال هنا ومريم، معلش انا اسف يعني. اتفضل. بداية الامر انت قلتي ان الزوج كان يعاني من مرض نفسي اسمه انفصام. هو ما عرضش على دكتور، بس انا ما استشرت الاعراض اللي هو بيعملها على دكتور، قال لي كده. لا يعني انا بسال سؤال، هو راح لطبيب بشري وقال له هذا التشخيص؟ لا، هي عرضت الاعراض على الطبيب نفسه. هو كان رافض. انت خدت الامر ورحت للدكتور، عرضت عليه الامر، فقال لك ده مرض نفسي اسمه فصام، صح؟ طيب بس هو تعايش عادي جدا، هو بس بعض الحالات بيبقى يعني ايه متعصب او كده يعني. طيب وعادي في الفتره الاخيره ما حصل المشكله بينه وبينه، حصل بقى ان خلاص عايزين نرجع البيت او نحصل كده صلح، وفي ناس بيتدخلوا، ناس مختلفين. طب ما ده مرض نفسي يا دكتور، وفي كل مره بيحصل نفس الموقف ان خلاص. طيب ما هو انا عاوز بس اقول لك مقاطعه، معلش، الانسان المريض النفسي ولو يعني في انفصام، هو عن تردد في كل امور حياته، عاوز يعني الشيء وبعد خمس دقايق يقول لك انا مش عايزه. فعلا. طيب يبقى ده ليس له علاقه بالعلاج بالقران تماما. بس
بس اقول لحضرتك يعني لما حصل الموضوع ده كذا مره فاللي حوالينا قالوا ممكن يكون في شيء من اللي هي محتاجه علاج بالقران، فاحنا رحنا انا وهو عملنا رقيه من حوالي قريب يعني. تمام. فالشيخ قال ان في حاجه انا ضرني انا، يعني سحر معمول لي انا، لان ما احنا عملنا رقيه انا اللي تعبت. طيب هو بس في سؤال هنا، هل انت حسيت باعراض تعب او انت كنت بتشتكي من اعراض تعب؟ ايوه. طب ممكن اسمعها؟ كان في تعب بيجي لي في ظهري دايما، وموضوع التعب في الرحم وموضوع النزيف، حتى انا استشرت كذا دكتوره تقول لي ما عنديش حاجه. طيب ولما تم الرقيه عليكي؟ ايوه. هل النزيف وقف؟ هو يعني في وقت الرقيه ما كانش موجود. بس بقيت اما اسمع الرقيه اول يومين ثلاثه كده كان بيبقى في تعب جامد في منطقه الرحم زي تعب الاعراض. طيب الحمد. لو تسمحي لي هذه الكلمه اتفضل. ما تروحيش لشيخ خالص. نعم. شيخ بيقول لك ما تروحيش لشيخ؟ ما تروحيش لشيخ خالص. طيب ماشي. ولا تروح الراقي. تروح لمين؟ ولا تعملي اي حاجه. الاصل في هذا الامر اللي عندك ده حاجه اسمها ستريس، ضغط نفسي فقط لا غير. انت المفترض ان الزوج هو اللي يتم علاجه عند طبيب بشري نفسي، لازم يكون يتعالج قدامه عشان يريحك انت نفسيا. ده الامر اللي احنا بنحس للناس ان مش كل حاجه رقيه ولا كل حاجه علاج بالقران ولا كل حاجه سحر. ده نموذج ذهاني، مع احترامي للمقاطعه يا ام مريم، ده نموذج ان الشيخ يعالج بالقران الكريم. انا بشكر حضرتك يا ام مريم، يعني اسمع الاجابه بقى من الشيخ. شيخ يعالج بالقران الكريم يحس المريض ان هو ما يروحش لحد. ما ده انا مستغرب له يعني. لا انا مستغرب، ده علم. ده دكتور تقول تعليلي وانا عالجك وانا اعمل لك الكلام ده، او عايزك تقول لا ما تجيليش ولا تروح لغيري. وانا بفضل الله ماك الحمد يعني بدرس في الطب النفسي، بفضل في اكاديميه الطب النفسي، كانوا هاتولي في الطب النفسي ولا ده مش علاجه عندي. ده يروح دكتور نفسي شاطر. يقعد معاه ويسمعه ويديله الاجراءات اللازمه له. هو ده علاج بالقران. مش كل واحد ما يشتكي من صداع يقول لك روح للشيخ اجري. اجري، ده انت مسحور. ولا كل واحد عندها وجع في اسفل ده اجري. لا، انا عاوز اكمل لك الرحله. اتفضل. جا بقى وخبط على الباب. جه خبط على الباب. عمل ايه؟ بتقول لك يا شيخ ابراهيم انا الدكتوره قالت لي انت مخزون المبيض بتاعك اي ام اتش والال اتش والاي اف اس ممتازه. انت خليفه توأم. خليفه الاي ام اتش، انا بس بقى اقول معلومات، والاي ام اتش والاف اس اتش ده مخزون مبيض عند المراه، هرمونات مراه. هو انت دارس نساء ولاده كمان؟ لا مش نساء ولاده، ولكن المعالج بالقران الكريم لابد ان يكون طبيب. مش طبيب بشري، لا لا لا، ملم يعني، ملم بهذه الامور بين الطب النفسي وبين الانجاب وقراءه تحاليل المراه، عده ثقافات يعني، عشان لما يقعد قدامه مريض المستشار المؤتمن ويبص على التحاليل كده يا حبيب قلبي انت عندك مشكله في زي ام مريم كده لما كلمتك. أيوة. فانت قلت لها لا ما تجيليش. طبعًا. انت مش تخصصي، انت تخصص نفسي. عايز تقول كده؟ عاوز اقول دي. دي ايه دي بقى ان شاء الله؟ ده شيخ سمع حلقات دقه الظهر. والله بكلام جد. سمع زهان الديباني وابراهيم شهاب بيتكلموا عن القرن وازاي يقطع انجاب ما بين زوج وزوجه. فرحت له امراه عشان هي بعيده عن اللي هي تتواصل معانا، قالت له انا سمعت الشيخ ابراهيم شهاب وموجود قناة على اليوتيوب اهي، والحلقات على الصحة والجمال، بيطلع بيتكلم ان القرين ممكن يكون سبب رئيسي انه يمنع الزوج من الانجاب او تمنع المرأة من الانجاب. فرد قال لها طب كويس جدا، يعني انت عاوز تعالج القرين بتاعك؟ قلت له قال لها حاضر. بتقول لي دخل غرفته التانية، خرج اداني دول، واحدة للزوجة واحدة للزوج. طب دول هنعمل ايه في ظلة الشيخ بيهم؟ دي هتتحط بعد ايام البريود عندك بسبعة ايام، هتشيليها معاك في هدومك الداخلية ويتم الجماع بها في ايام التبويض. ليه؟ عشان نخلي القرين ده اسمه صلح مع القرين، ينصرف بعيد عن الجسد في ايام الجماع. صلح مع القرين. على فكرة اسم دقة زار، ودقة زار بقى مش دقة زار اللي هو نقص الخطر بتاعنا، لا، دقة الزار اللي هي اللي بيعملوها في المحافل الشعبية وغيرها. ده لسه، ده انا هصدمك. هي عنوانها الصلح مع القرين. ده واحد. اتنين، حضرتك بتقول لي ان بعض الناس بتنكر كلمة قرين. لا، ادي دليل ان الناس بدأت تتكلم عن القرين. والدليل الثاني، والمتصلة أميرة من شوية لما قالت لك اختي عندها قرينة. تمام. ازاي تقصد قرين يعني؟ تمام. والشيخ قال لها كده بالفعل. طيب ما انا عاوز اقول لك بس انت بدات ان انت تخلي كل الناس تمشي وراك يا شيخ ابراهيم. لا مش تمشي، خلي بالك انا برضك احذر ان القرين ما ينفعش يقتل حد.
ابدا، ولا يحس على قتل حد، ولا يقول لك اصل انا عملت كده عشان قرين اللي قال لي اعمل كده، لا برضك ده عن نمط. لا خلينا نرجع لكلام ده، مش عايز اذكر اسم الاخ اهو، ده بتاع الزوج. طب نعمل ايه يا فندم؟ قال لك نفتحه كده. لا قال لك ده هو متطبق، اوعى حد يفتحه. وحطه في ورق سلفان وقصه كده يعني. اتفضل. هو حاجه تنط في وشك بس. اتفضل. دي إيه انا عاوز اقول لو ان هذا قران يقرا او ان هذا القران يحفظ الانسان ايكتب هكذا؟ لا طبعا. طب لو ان هذا القران هل يكتب هكذا ويضع في ملابس الداخليه المراه والرجل لكي يحفظه من قرينه؟ مين اللي قال كده؟ الشيخ. ده جاب الكلام ده منين؟ سمع ده اتزار. في طلسه مره كده بعد اذنك. ما هو انا طلسه اهو. اهو. نفس النمط. انا عاوز اقول لك حاجه ثانيه خالص. هل العلاج بالقران الكريم قراطيس؟ قراطيس تتحط قراطيس، شفت قراطيس؟ ادي القراطيس اهو. عشان بنت بكر تتزوج واتجوزت، يا ريتها كانت اتجوزت. طب ناخد نوره، لو ان هذا علاج الكل ياخذ هذا العلاج كان كل الناس اتجوزت. يا ريت. بص هذا المنظر، يا امه او يا امه ضحكت من جهلها الامم. لا ده يستغرب لك قوي. ده متمكن بالفعل. انا خاف من ده. ده طلسم. انا خاف من ده. تخيل ان معالج بالقران يقول لك انا خاف من ده. اخاف من اللي بيحمل هذا الكتاب ده. اخاف من اللي يشيل الورقه دي في جيبه ويقول لك ده علاج. انا خاف على ده. اخاف على الانسان اللي يشيل الكلام ده. اخاف من الناس اللي بياخدوا ترياء عماله على بطال، والاصل اصلا في العلاج بالقران ان الترياء ليس علاجهم بالقران. اخاف من الناس اللي بتستحمى بحنظل وبتتبخر بحرمل. اخاف من الناس اللي بتدهن مسك على طول عمال على بطال. اخاف على الناس ان انا سامحني او مخنوقك او مخنوقك عشان اطلع الجن منك، عشان اطلع الجن منك. اخد نوره وارجع لك. اتفضل نوره. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا نوره. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ بس معلش يعني خلي صدرك مفتوح ليا، بس معني لو ممكن دقيقتين بس. وليا الشرف يا فندم. اتفضلي. انا يا شيخ انا بقالي 5 سنين متجوزه، كل ما احمل بسقط. تمام. ففي شيخ شافني ويعني قال لي انا هعالجك. هو مش شيخ، هو زي ما يكون روحاني، هو قال لي انا روحاني. تمام. فهو شافني يا شيخ، قعدت معي اول جلسه حط بخور وحط حاجات من دي وحضر عليا، قال لي ده واحد ازيكي من دمك وهي عمالك 4 اعمال، واحد بتاع بجسمك والتاني في الرحم. نعم. معرفش التالت في معدتك وايه ده يعني. تمام. المهم ان هو عمل بخور وحاجات من دي وحضر عليا وخلاص، واداني حاجه كده عامله زي فيها حديد زي خبز النار كده وفيها حديد، قال لي خدتها في نفسك الداخليه. تمام. تاني جلسه عمل فيها نفس الموضوع ده برضه، قال لي كده اداني واحد طلع فاضل 2. نعم. ودولت لازم تشربي ترياق على لبن. تمام. فانا عايزه بس اعرف، واعمل لي حاجه كده عامله زي الحديد على النار وترشها في حله ميه، وراني اسم اللي عاملاه لي اسمها رصاص. وراني عيون. هو عامل رصاص. ايوه رصاص يا شيخ. نعم. انا دلوقتي خايفه صراحه في جلسه الترياق دي، بس انا تعبانه جدا. طيب. بس كده تعبانه جدا. اسمها ايه الاول؟ خيالات. نوره. نعم. استاذه نوره صح؟ انت انسه ولا مدام؟ نوره يا فندم. لا نورة انا مدام بقالي 5 سنين متجوزه. كل ما احمد بسقط. طيب انا هقول لك حاجه لو سمحتي. معلش ده سؤال تفريضي. هو الشيخ اللي هو بيقول على نفسه روحاني، اولا ما فيش حاجه اسمها شيخ روحاني، الكلمه دي كلمة غريبة جدا جدا جدا. كلام جميل كده؟ الكلمة دي مش صح، مفيش حاجة اسمها شيخ روحاني. الشيخ روحاني بيقول لك ايه؟ يعني أنا شيخ روحاني ومعايا جن، وجن مسلم. لا الكلام ده هو بيقول لي أنا معايا خدمة. لا ده كفر بالله بحت، يعني ده كفر ملوش أي علاقة بالكلام خالص. الأمر الثاني، الشيخ أفتى والله يسامحه على هذه الفتوى، إن في جن في الرحم. صح؟ أيوه. طب هو الشيخ ده الشخص اللي سيحه ده يا شيخ وراني عائد الرحم وفي حاجه واحده واقفه. انا بس هقول لك حاجه بس جميله قوي، معلش انا اسف. هو سعادتك لو رحت كشفت عند دكتور نسا، هل الدكتور وانت قاعده بيسالك وبتجاوب على اسئلته هل نطق وقال ان انت عندك التهابات او تكيسات على المبيض من غير ما يعمل سونار؟ عندي نسبه كبيره جدا. لا فانا بس السؤال، هل الطبيب قالها كده من غير ما يقوم يقول لك نامي على الشازلونج ونعمل سونار ونعرف منظار بطني او منظار رحمي عشان نعرف فيه تكيسات ولا لا؟
لازم اشعه. لازم ايه؟ لازم اشعه. يعني انت عاوزه تقنعيني ان الدكتور ما اخطاش لما هو عمل منظار وعمل استكشاف؟ لا لا, لا هو كده صح ان هو عمل منظار واستكشاف. يبقى الشيخ بقى عندي يبقى الشيخ المتخلف, وسامحيني على هذه الكلمه وسامحني استاذ هاني على هذه العباره, ازاي افتى فتوى جميله قوي ان انت معمول لك جن في الرحم؟ شافوا ازاي؟ ده الجن لا يرى, الجن لا يرى, افتى ازاي؟ وافتى ازاي ان انت معمول لك اربع اصحار واللي عامل لك من دمك؟ ده النبي محمد لما سحر ما عرفش مين اللي سحره الا بعد نزول سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل. تيجي ازاي؟ طب وجلسه الترياء اللي انا المفروض اقعد فيها دي؟ انا لسه كنت بكلم مع الاعلامي استاذ هاني بقول ان الترياء اللي بياخده يا جماعه ده بيؤدي نفسه الى الموت, واحنا في ايام كورونا لوحدها يا جماعه, يعني مش عاوزين جهاز المناعه نفسه يقل. يعني احنا لما ناخد ترياء نجيب كل اللي في بطننا او نعمل استخراج في الحمام, ده بيضعف جهاز المناعه يا استاذ هاني. طبعا كلام ده بيقلل, بيخلي الانسان في خطوره دايما, وده التخلف او من بعض المعالجين. عينما يسوس ويسود الجهل. تمام. الترياء يا اختي الكريمه اوعي تعمليه واوعي تاخديه بالفعل, ده هيدمرك بالفعل. ولو عندك تكيسات او العذر الشهري متاخر بالشهر والاثنين عليكي, اروح لدكتور بشري يقوم بعمليه جراحيه لكي التكيسات او يديك ادويه. الشيخ ليس له علاقه بالتكيسات نهائي يا زهاني, وليس له علاقه بان الجن يدخل الجسد. الله يحفظك, ابعدي عن الترياء, اوعي تروح الجلسه الرابعه دي, لان انت اصلا ما خدتيش فايده من الجلسه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. عجيب امرك ايها الشيخ, يعني بتقول الناس بدل ما تقول لهم تعالوا للشيوخ يعالجوكوا, لا اذهبوا للاطباء يعالجوكم. لا انا ما بقولش اذهبوا للاطباء, بس انا لو عندي مرض طبي قصدي بالمريض معايا ليه؟ بالله عليك. اذا انت بتحول اللي عنده عرض طبي للطبيب او نفسي للطبيب النفساني, او هيجي لي كشيخ معالج بالقران. تمام, لازم اسمعه كويس. طب لو حد بقى معمول له سحر بجد, له علاج عندي. شفت بتكلم بقى بقلب جامد كده بعزه ازاي؟ بس امتى بتقرر ده؟ هو ده الفيصل بقى. يعني انت تقول لي اللي عنده سحر انت بتعالجه؟ الله عز وجل اعطاني جزء من العين اعالجك, ولو عندك وسواس قهر اعالجك. بس الوسواس جاي لك من قرين اعالجك برضك. لو عندك امور طبيه نقص في الحالات المنويه وتشوهات وكلام ده, ليه علاج. يساعد علاج الطبي, يساعد بالقوه كمان. شفت انا بتكلم بالقوه ازاي؟ انت هنا بقى بقلب جامد اهو. تمام. بس لو عندي مرض طبي بحت, اعمل ايه؟ ينفع تعالجه حضرتك؟ اعمل ايه؟ اروح لطبيب طبعا. بس هو ده اللي احنا بنقوله, اروح لطبيب. هو ده اتزار. بس هو ده منهجي معاك. انما لك ايه؟ استاذ هاني انت عندك مرض طبي, ارجع لدكتور طبي. انت عندك اعراض سحر. مش بص انا بيختلفش معايا اي نوع من السحر, ليس تكبرا مني ولا عصا في كلامي, ولكن انا مع الكتاب والسنه. فتحدى باي حد وافهم يعني ايه معنى كتاب وسنه. ما اخدش اول الاحاديث تصيب باطنه, ما اخدش ظاهره واترك باطنه. كلام ده اخد باطنه الاول, اخد المعنى من الحديث, اقرا تفاسير الكلام, تفاسير القران بين الناس, اسمع المرضى, اقعد مع دكاتره النساء والتوليد واعرف منه ايه اللي بيحصل, اقعد مع دكتور النفس واستشف منه ايه اللي بيجرى. ولكن مش كل واحد اما يجي لي يا شيخ ابراهيم انا ما بروحش الشغل, باجي ميعاد شغلي بقوم من النوم بس مكسل قوي وعاوز انام, فروحت للشيخ قال لي انت معمول لك سحر بتعطيل الرزق. كل واحد بقى يكسل يا طيب. طب انت ما بتروح شغلك ليه؟ اصل بس عان عندي صداع. يبقى انت اللي عندك الاسباب. ولما يكون بص ويغيظك اكتر لك ايه؟ ولما يعدي ميعاد الشغل ببقى فايق. ده انا بنزل الاول بقعد مع الصحاب يا اخي اتق الله. في كلمه واحده بقى اتفضل حضرتك, مع اللي بيقولوا للناس ممكن اديك الطلسم وتكلم قرينك؟ حرام شرعا. حرام شرعا. شرعا. وهل يعني هذا الفعل يمكن ان يكون له اضرار؟ بالفعل. طب بدايه الحلقه وده في ختام في دقيقه واحده. اتفضل. ان مذيع اخ مشهور في راديو ما تكلم هذه الكلمات. من فعل هذا الامر اللي هو في ده المرايه في الحمام ويقول هذه الكلمات عشان يشوف قرينه ادى الى موت كثير بالفعل من الفتيات. طبعا لان بيبقى في صدمه. صدمه بس ده موت. في ختام وانا هرحل الختام ده للحلقه الجايه. اتفضل. كلام جميل. الحلقه الجايه احنا ان شاء الله هنلتقي في الاحد القادم يوم الاحد 8 مساء. يوم الاحد الساعه 8. 8 مساء ان شاء الله. هدي بس كلمة واحدة بس أنا هشوق الناس ليها. وهيبقى معادنا إن شاء الله لحد 8 مساء بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. تابعني الحد الجاي في تفسير فيلم
الفيل الأزرق. الأزرق وما علاقته بالقرين. ولو تكلمنا هذا الفيلم مجازا، أنا بقول كده مجازا، لأن الفيلم أدى تصور كامل لما ينطقه كتاب الله وسنة النبي. وأنا هجيب لك الفيل الأزرق نفسه إن شاء الله، ربنا ياخد الحلقة اللي جاية. تعرفت منين إن مصر؟ سبحان الله شيخ. ولكن مجازا الفيلم يحدد بالفعل. وانا ارحب بالقناه لو جابت مقاطع المره الجايه ان شاء الله من الفيل الازرق، هبين لهم اجيبك الطلاسم اللي كانت بتضاف، وهبين لهم بالفعل الطبيب الذي كان يعالج الحاله في المستشفى النفسيه كيف كان يرى نفسه وهو قرينه وليس انسان. في قلب الاحوال، في قلب الحدث وقلب حاله، من هادئ الى ثائر وغيره يعني. صح. لا بشكرك فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، خيرا. ولا زال الحديث عن القرين له بقية، تمام، ولن ينتهي. وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على السحر الفلكي ومجازا. أنا النهاردة ما اتكلمش على أسحار خالص، تمام، ما اتكلمش على أي حاجة. أنا حبيت أوعي تذكرة بسيطة، هي مقدمة للقرين، للمعالجين وللمرضى وليه تخصص. النهاردة حلقة مقدمة للقرين، لأن القرين سيعني يطول معه الحديث في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. هي سلسلة حلقات حول القرين وعلاقته بالأسحار وبالعين وبالمس وبالحسد. وبشكر فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب على هذا الحضور في هذه الحلقة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء والأحد القادم في 8 مساء بتوقيت القاهرة على قناة صح وجمال، تردد 11823 رأس. يكونوا معنا وإلى اللقاء.